بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. معكم حسام الحراني من الأردن، ونستكمل دروس Orange Data Mining مع تحليل البيانات وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي. اليوم مع درس مهم جدا، وهو Principal Component Analysis PCA، اللي هو تقليل الأبعاد مع تحليل العنصر الأساسي. بدنا نشوف كيف بدنا نعمل PCAs بالOrange Tool، وبدنا نتعرف أصلا شو هو PCA Principal Component Analysis وكيف بقلل الأبعاد. يا ترى لو أخذنا هاي البيانات اللي هي الIRIS Dataset، بنلاحظ إنه في عندي أنا أربعة Attributes أو أربعة Features بسموهم، اللي هم Sibel Length، Sibel Width، Betel Length والBetel Width، طبعاً الكلاس اللي هي التارجت تبعنا. السؤال اللي بدنا نسأله، يا ترى هذول الأبعاد الموجودة عندي اللي هم Dimensions، اللي هم Columns الموجودين عندي، بقدر أرد أعمل construct لهم طريقة إحصائية رياضية، بحيث إني ممكن أستغني عن هالأربعة مثلاً باثنين، بدل ما يكون عندي أربعة columns للفيتشرز يكون عندي two columns. هذا الموضوع اسمه تقليل الأبعاد في الـ unsupervised learning، وهو الاستغناء عن عدد الكولومز الموجود بعدد أقل. احنا عندنا هنا أربعة بس، فخلينا بعد شوي راح نشوف كيف ممكن نقلل الأبعاد، وهل ممكن تقلل الأبعاد أو لا، وإذا قللنا الأبعاد كيف بكون شكل الداتا اللي بيكون موجودة عندي وكيف بتعامل معها. فهذا المثال الأول اللي هو الIRIS. فالسؤال المطروح، هل أستطيع أن أستغني عن كل هاي الدايمينشنز، دايمينشنز أقل، هاي كولومز كولومز أقل، بدل ما يكون عندي أربعة مثلا يكون عندي اثنين أو ثلاثة بدل الأربعة؟ ليش بدي أسوي هيك؟ لأنه إذا كان عندي عدد كبير من الكولومز، تخيلوا مثلا داتا ست زي مثلا هاي اللي هي بيانات المنازل، تخيلوا أنا عندي 13 كولوم، يا ترى هاي كل الكولومز مهمة جدا بالنسبة لي، هل أستطيع استغناء عن هاي معظم الكولومز الموجودين مثلا 3 4 كولومز وخلص؟ هل كل الكولومز لهم نفس الأهمية والفيتشرز لهم نفس الأهمية عندي عشان إني أفهم البيانات وأحللها؟ فهذا هو الموضوع PCA، Principal Component Analysis، زي ما راح نشوف الآن بالتول على السريع. بنشوف كيف التول راح تشتغل، كيف نعرف PCA وكيف نعمل الموضوع هذا. طبعا أول إشي إحنا زي ما بتعرفوا بنجيب الفايل، بدنا نستعمل مبدئيا الIRIS Data. خلينا نشوف الIRIS Data أول إشي. طبعا زي ما بتعرفوا فيهم أربعة attributes وفيهم target الكلاس اللي سيبل length width والbetel length and width. فاحنا عرفنا عنا الآن أربع أبعاد، عنا أربع أبعاد. طيب لو أنا بدي أشوف الداتا، طبعا ممكن أحطهم خلاص في data table. فبنلاحظ إنه عندي هاي كل المعلومات الموجودة عندي زي ما أنتم ملاحظين، تمام، الأربعة فيتشرز مع التارجت تبعي اللي هو الكلاس. طيب لأن بدأ أقلل الأبعاد وأشوف إنه مدى visibility of doing this، فمنقول PCA، هاي PCA، فهاي PCA component زي ما أنتوا أو الويدجت اللي اخترتها. طيب خلينا نفهم PCA كويس، نعمل دبل كليك عليها، بنلاحظ إنه أنا عندي أبعاد معين مبدئيا أعطاني two components، بقدر أزيدهم لأربعة components يعني أربعة columns، أو بقدر أقللهم لكولوم واحد. الآن إذا قللتهم لكولوم واحد بقول لي إنه الفيريانس بده يكون تقريبا 72%، وهي نسبة لا بأس فيها، ففي أكيد لقى نمط معين اللي ممكن إنه to represent the data بطريقة ممتازة ب one dimension. إحنا بنسويها مبدئيا two dimension. طبعا أنت ممكن من هنا تعمل دراج او قديش بدك انت كومبوننت، بدك مثلا 2 كومبوننتس 3 كومبوننتس. لاحظوا اذا بكون على 2 كومبوننتس اعطاني 95% من الفيرينس حققها البي سي اي، فانا هاي ممتاز جدا. فعن طريق 2 كومبوننتس 2 بي سي ايز اللي هم 2 فيتشرز بقدر اني تو ريبريزنت الداتا. خلينا نشوف، هبدا اخليهم 2 كولومز الان ونشوف كيف بنشوف الداتا، هل هي فعلا عن طريق two components عملت representation كويس ولا لا، عن طريق الscatter
هي سكتر. طيب هاي الداتا انا بدي طبعا ايش، انا بدي الكومبوننت اناليسز، ماشي هاي الكومبوننتس للداتا. طيب بدي البي سي اي 1 وبي سي اي 2، باجي هون بدي انا الكومبوننت ترانسفير داتا، بشيل هاي بدي ترانسفير داتا تو داتا، ترانسفير داتا تو داتا حتى يبين معي البي سي 1 والبي سي 2. تمام، فكمان مره باجي هون على اللاين اللي بتوين البي سي اي والسكتر بلوت، بعمل دبل كليك، بدي لي ترانسفورم داتا، لان انا عملت ترانسفورم للداتا بالبي سي اي، انا غيرت الابعاد، عندي صار تو كومبوننتس اللي هم تو كولومز، فبختار ترانسفورم داتا بحطها بدي اياها يعرضها للداتا. تمام، بحكي اوكي، باجي هون ببين معي هي بي سي 1 وبي سي 2. لاحظوا البي سي 1 وبي سي 2 لو انا بنزل تحت بحط كلرز، قدر انه فعلا هي يميز لي الكلاس الاولى اللي هي الستوزا، وقدر يميز لي الريد اللي هي فيرجي كلر، والجرين اللي هي فيرجينيكا. فعن طريق تو بي سي ايز اللي هم بي سي 1 وبي سي 2، تو كومبوننتس اللي انا اخترتهم، قدر فعلا تو ريبريزنت الداتا تبعتي عن طريق التول هاي اللي هي البي سي اي. فبالمختصر البي سي اي هو طريقة بختار فيها عدد الكومبوننتس اللي انا بدي اشتغل عليهم، اللي هم العناصر الاساسية اللي هم الكي فيتشرز، السمات الرئيسية والمهمة جدا، اللي مثلا هنا اعطتني تو كومبوننتس 95%. لو انا طبعا بختار كل الكومبوننتس بعطيني 100% او 100%، فانا بدي دائما اقلل الابعاد اذا كان عندي ابعاد عالية جدا، اذا كان عندي ابعاد عالية جدا. تخيلوا مثلا banking information فيها 30-40 كولوم لكل تيبل، بدي أقلل الأبعاد حتى أني أشوف مين أهم فيتشرز عندي أنا ممكن أستعملهم. هاي شغلة. الشغلة الثانية، طبعا احنا شفنا السكتر زي ما انتم شايفين عمل الكلاسيفيكيشن للداتا بطريقة هاي، حتى أنا ممكن أني أشوف الداتا هون كمان وأشوف الفيريانس، فبقوله أنا الداتا تيبل، ومن الداتا تيبل بدي أعمل شغلتين، بدي أختار الترانسفورم داتا تو داتا والكومبوننتس تو داتا عشان يطلع لي شغلتين. بعمل دبل كليك هون بعطاني البي سي 1 وبي سي 2. الاول كومبوننت هي الفيرينس تقريبا 72%، والبي سي 2 اعطاني 22%، وهي علاقتهم في الاربعه اوريجينال فيتشرز الموجودين عندي هون. فبالطريقه هاي انا قدرت ريلي اني احقق شيء كثير ممتاز، اقلل الابعاد أنا كمحلل بيانات أو كإحصائي أو كمهندس علم بيانات أو كمهندس ذكاء اصطناعي، لما أنظر أنه أنا عندي بس 2 بي سي إيز، عنصرين رئيسيين، قدرت أمثل الداتا بدل ما يكون عندي 4 فيتشرز صار عندي بس 2 فيتشرز، قدرت أني أمثل بيانات. طبعا البيانات ممكن تشوفها عن طريق التابل، ممكن تعرضها وتشوف كل البي سي إي داتا. فهنا مثلا ممكن أسوي تابل ثاني إذا بدي، بقول له داتا تيبل، هي عرض لي البي سي 1 وبي سي 2، لاحظوا كيف قديش قيمهم، وهي الأوريجينال، فأنا قدرت أشوف هاي كل الفاليوز تبعات البي سي 1 والبي سي 2. لاحظوا كيف الفاليوز، طبعا الفاليوز اختلفت عن الأوريجينال فاليوز، فهو بعمل ترانسفورمينج للداتا انتو نيو داتا سيت اي وود سي عن طريق المودلز الإحصائية والرياضية، لحد ما قدر يميز البيانات ويطلع معي انه يقدر يعمل عن طريق two features هاي الكلاسيفيكيشن. طبعا انا ممكن اختار other data sets اللي انا بدي اياها زي ما بدكم انتم، ممكن تشوفوها مثلا هون، انا ممكن مثلا اختار المنازل اللي هي مثلا الهاوسينج، هاي الهاوسينج، لاحظوا قديش فيها عنا عنصر هون، عناصر كثيرة. طبعا هون numerical values في اخر شيء التارجت تبعي، فهذا مش تصنيف، هذا regression، بس بدي أقلل الأبعاد، وممكن هنا أختار just two، لاحظوا كيف، أو أزيد مثلا 3 أو 2 اللي بدي إياه، ويطلع معي البيانات هون زي ما أنتوا شايفين number of two PCs، طلع لي تقريبا PC two components طلعتني 58%، لو بدي أزيدهم كمان شوية 67، 4 components طلع لي 74%. تخيلوا 4 components، 4 بي سي ايز
طلع لي 74% من الفيرينس الاكسبليند للداتا تبعتي. فهذا هو موضوع البي سي اي البرنسبل كومبوننت اناليسز. ارجو انه يكون الموضوع واضح للجميع، لانه كل ما كثرت البيانات عندي بشكل كبير جدا، كل ما كثر نمبر اوف كولومز، بدي انا كمحلل لهاي البيانات احاول اشوف بقدر ارد اميز هاي الداتا بطريقه مختلفه عن بس الداتا التراديشنال اللي هم كل الكولومز. بقدر استغني عن هاي الكولومز، ايش الفيتشرز المهمه اللي انا ممكن اسويها عن طريق البي سي ايز. فالبي سي ايز اللي قدرت تعمل تقليل الابعاد، تقليل الابعاد من مثلا 13 كولوم الى 4 كولوم، او من 4 كولوم لو تجست 2 كولومز 2 فيتشرز. فهذا هو موضوع البي سي اي. فارجو يكون الموضوع واضح، وبلقاكم في درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.